انت يا بيه. اتفضل اتفضل، عرف نفسك. انا دكتور عبد التواب خلف، استشاري جراحه الاسنان وناشط سياسي، وكنت نزلت انتخابات في الدوره البرلمانيه 2010 قدام الدكتوره امال عثمان، وشفت الامرين من امن الدوله منعوني الوضع المعروف لدى الجميع، وكنت نازل رئاسه نادي الزمالك في الدوره اللي فاتت قدام مرتضى ومثلث برامودا الشهير ممدوح عباس ومرتضى وكمال درويش. النهارده بقى عايز تقول ايه يعني وشعورك وال مفيش شك طبعا النهارده بعتبر يوم عيد يوم جميل، بندي رساله لكل الافاقين اللي هم غاب عنهم الحس الوطني والضمير الانساني، نقول لهم هتبقى مصر بخير رغم انف فلول الحزب الوطني البائد، ورغم انف امن الدوله، ورغم انف هؤلاء الذين يصنعون الالغام التي تنفجر بين الحين والاخر. النهارده يوم عيد لكل المصريين، مفيش حاجه عندي اسمها مسلم ومسيحي، كلمه اصلا قبطي يعني مصري. لو حبينا بقى نرجع للاصول، كلمه قبطي يعني مصري، وانا بالانابه عن كل المسلمين بعتذر عن اي موقف تم للاخوه الاكبار. طب بقول لحضرتك سؤال، انا كنت يوم الحدث هنا ومعظم جموع الشعب هنا اجمعوا فلول الحزب الوطني او معظم اجمعوا اللي هم البلطجيه وحزب الوطن هو اللي عامل الكلام ده، هل ده صحيح؟ طبعا ده دوت اللي انت بتقوله ده اقل القليل، لان طبعا كانوا في برج عالي وسقطوا الى الارض وهم مش متخيلين تماما بان مصر، او يعني عايزين يرجعوا مصر ل 30 سنه زي ما كانوا عايشين في الايه، في النعيم اللي كانوا فيه. نعيم بالباطل، يا ريت نعيم يعني عن حق او جهد او عمل او مجهود، لا استنزاف دماء المصريين. فلن ترجع مصر باذن الله الى الخلف او الى الوراء. انا بشكرك يا فندم، شكرا. هو احنا انا ماجد فؤاد، ماجد فؤاد توفيش حاجه، ماجد فؤاد احنا انا مسيحي، واحنا كلنا مسيح ومسلم ورقيات واحده ومفيش اي حاجه، والكنيسه فتحت وربنا اختار الصالح عمل كده عشان ربنا اختار الصالح، وكذا ربنا اختار اللي عمل كل شيء بسبب. بس قال لي هو برطاجي، مفيش برطاجي هانتر يا عمي كده، ازاي برطاجي؟ برطاجي هانتر بيدور يسرقك، بيجيب الجنيه يسرقك، موت عشان يسرقك عشان يشرب مثلا مختبرات بتاعته، مفيش برطاجي هانتر يا عمي كده. انا بطبق هو السفنين، هم عملوا كده السفنين، هم عملوا كده السفنين، عملوا كده. احنا بنقول البلطجه ده بيبقى مأجور من فلول الحزب الوطني، ده كتير شو العين قالوا كده. لا بس برطجي عمله برطجي، محترم ليك يا استاذ، عمله برطجي، ازاي برطجي يا عمي كده؟ برطجي عنده بيدور على الجنيه يسرقك، بيدور مثلا يعني يحاول انت، يحاول انت يسرقك. بس ده يعني ده دي فتره، دي فتره. وكلنا كنا لعبه واحده ومسيح ومسلم، مفيش اخوات. بس شكرا. طيب اسمك يا اسمي احنا في الحته دي فاكر؟ اسمي كرم محمد مديان. 10 على 10. اسمي كرم محمد مديان. ايوه. بذور الفتنه بترجع لسنه 92 1992. جت قاعده القنوات الاوروبيه. وكانت بتصور عند المحل بتاعي في شارع 28. صورت على كبات تجديد الفترة الثالثة بتاعت مبارك. خرجت من عندي بعد ما صورت طلعت على الشيخ جابر. الشيخ جابر كان المقصود انها ترمي له قشرة موز عشان تزحلقه في الغلط. عشان تطير الخبر. هي كانت بتسأل الشيخ جابر داخل الزاوية بتاعته، انت تعتبر امير على المنطقة دي داخل الزاوية بتاعته، فهو لازم يجاوب طيرت كلمة ان امبابة اصلا 92. بديلك بذور الفتنة انها صهيونية. ما هياش بين المسلمين والمسيحيين، دي قشرة، قشرة موز صهيونية، ويعني فيها كلنا اكبر من تصوراتنا يا حاج. ماشي. الشيخ جابر، الشيخ جابر جاوب على السؤال بتاعها، المذيعة بتاعت مش عايز اقول اسمها، هي احدى الاذاعات الاوروبية، كانت راديو. ماشي. كانت راديو هي طيارتها لبريطانيا، بريطانيا نزلتها منشط في الصحف بتاعتها ان امبابة اصبح لها امير، بالتبعيه الصحف بتاعتنا لبقيه الصهيونيه العالميه اللي هم 30 سنه صهيونيه عالميه داخل مصر هنا اللي فاتوا دول، نقلت في الصحف بتاعتنا ان امبابة اصبح لها امير اسمه الشيخ جابر، واطلقوا عليها ولايه. ايوه اطلقوا عليها ولايه امبابة، اماره امبابة، ايا كان اطلقوا عليها. المهم اللي زرع فتنه مؤكده بين المسلمين والمسيحيين، وفتنه رسميه عن طريق الحكومه، ارسلوا امن الدوله وارسلوا البلطجيه بتوعهم يطلقوا نار على الشرطه اللي تيجي تحاول تخش المنيره، المنيره الغربيه، عشان يلصق بالشيخ جابر والاسلاميين انهم ارهابيين.
واخد بال حضرتك معايا؟ يعني انت عايز تربط الحدث ده قديما؟ الحدث ده هم عبدة القرش اللي بينفذوا المخططات الصهيونية، الجهل المتعلمين والجهل الجهلة وعبدة القرش. خلينا في المشين بقى. انا اسم محمد زهير، احنا ما فيناش مسلم ولا مسيحي في امبابة. الكلام اللي اتقال في الجرايد واللي بيتكتب ان في فتنة في امبابة، امبابة طول عمرها مسلمين ومعها مسيحيين. انا جاري مسيحي لسه دلوقتي هو بتصل على ابونا تروبين اللي هو بتاع كنيسة مارمينة دلوقتي، هو لسه متصل بيه حاليا، مفيش دقيقة ببارك له، بيقول لي انت اخ وعزيز، اللي قدامي مسيحي بخبط عليه عشان يطمن عليه وهو بيخبط عليه ويطمن عليا. معايا اهو جاري، قول له في البيت عندنا كم مسيحي؟ ثلاثة. ما في ناس، احنا ما بنقولش مسيحي ولا مسلم، احنا مصريين مع بعض. كل واحد يعني ما بنقولش مسيحي ولا مسلم، احنا كلنا مصريين في قلب بعض، ولا عايزين نسمع كلمة مسيحي ولا مسلم، ولا عايزين نسمع كلمة فتنة. مش عايزين الجرايد تقول فتنة في امبابة، ما فيش فتنة في امبابة. مش عايزين يقولوا ان في مشاكل في امبابة، هم يرعونا في امبابة، يسفلتوا لنا الشوارع بتاعتنا، يوشوا حالنا، يعصفوا المية، وينضفوا بس، ينضفوا الشوارع، ما تجيش الشجر، ما تجيش الشجر يتحط النهارده عشان رئيس مجلس الوزراء هيتكلموا معايا. الكمامة دخلت على البيوت، الكمامة دخلت على البيوت. الناس الغلابة، الناس الغلابة، خلينا بكلمة مسيحي ولا مسلم، مفيش مسيحي ولا مسلم في امبابة. الناس الغلابة اللي في امبابة جوه، اللي هم بيقولوا عليهم العشوائيات. أيوة ردوا علينا. أيوة العشوائيات، احنا عايشين فيها، احنا مش عشوائيات. محافظ الصبح اللي جوه، اللي جوه مهندسين ودكاترة ولواءات وضباط. أيوة. أيوة. واللي فيهم الزبال أنضف من اللواءات وأنضف من الضباط. عايز الخلاصة وعايز الحل. قول معايا، عايز الخلاصة وعايز الحل. العدل. أيوة صح. العدل بقى اللي هو ليه؟ العدل ولع الكنيسة مش مسلم، اللي ولع الكنيسة الوطني، اللي ولع الكنيسة الطائفية، المسلم براء، الحزب الوطني، من العصابة اللي جوه، من العصابة اللي جوه. والله والله مفيش دين، العصابة اللي جوه ليهم ناس بره. انا نفس الكلام ده، وهم اللي عشان وهم اللي بيعملوا كده في مين؟ عشان خاطر المسيح وعشان خاطر محمد. الاسلام برا، عشان خاطر المسيح وعشان خاطر محمد. الكنائس اللي بتعمل اي حاجه بتحصل، ينزلوا امبابة يشيلوا من على الناس الزباله اللي بتدفع. الحزب الوطني الزباله اللي بتدفع، الناس اللي كل الناس اللي واقفه دي هم بتوع امبابة اللي جوه، وطول عمرنا عايشين مسيحيين ومسلمين مع بعض. عايز بقى الخلاصه، احنا عايزين نسال سؤال واحد بس. انا بوجه الكاميرا بعد اذنك، ما حدش يقطع السؤال ده. الزباله اللي اتشالت النهارده من الشارع دي عشان عصام باشا شرف جه، هترجع تترمي تاني دلوقتي بعد ما مشي؟ والشجر اللي اتزرع ده هيسيبوه مزروع ولا يخلعوه عشان هو مشي؟ احنا بنتكلم في الحته دي بس. صح، لا صح صح، عندكم كفاءه وانتم مصريين، وصلوا الكلمه دي. ارجوك ارجوك، الكلام اللي قاله ده وصله، ومش عايزين نقول اكتر من كده. قلنا للمحافظ ارجوك وصل الكلام ده. الراجل جنبك ده احنا عايزين. لا انت محافظ الصوت.